السلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن الهيموليتيك يوراميك سندروم. معاكم الدكتورة منى حامد، مدرس كلى أطفال. الهيموليتيك يوراميك سندروم it is a thrombotic microangiopathy. من الاسم واضح انها مايكرو، يعني بتأثر على small blood vessel، وبداية الديزيز بيبدأ بثرومبوز. manifested by microangiopathic hemolytic anemia thrombocytopenia acute renal failure. زي ما احنا شايفين في السلايد ديت بيحصل ديزيز ازاي. بيحصل اول حاجه اندوثيليال سيل انجري، ولما بيحصل انجري بيحصل ايه؟ البرايمري هيموستيزيس بتاعنا ايه اللي بيحصل؟ بتحصل ثرومبس فورميشن عن طريق البليتلت اكتيفيشن اند اجريجريشن. تيجي تبدا البليتلت تكون لي ثرومبس، الثرومبوز دي تعمل ناروينج للسمول بلاد فيزل، تعدي عليها الار بي سيز يحصل لها ميكانيكال ديستركشن وتعمل لي فراجمنتد ار بي سيز اند وات از كولد جاستيو سايت. عندنا 3 تايبس اوف هيموليتيك يوريميك سندروم. الموست كومن تايب اللي هو وات از كولد تيبيكال اتش يو اس او دياريه بوزيتيف اتش يو اس. تاني نوع اتيبيكال اتش يو اس او دياريه نيجاتيف اتش يو اس، وده ناتج عن uncontrolled complement activation. تالت نوع اللي هو secondary HOS، secondary other infection especially strep pneumonia او secondary to drugs او malignancy او irradiation او transplantation. هنبدأ نتكلم او نتكلم على اول نوع من ال HOS ال most common type اللي هو typical HOS او الدائرية positive HOS. ده بيمثل حوالي 90% من في الاطفال وبيأفكت للتشيلدرن اقل من 3 سنين. الكومن اورجانيزم بتاعنا اللي هو الاشيريشيا كولاي او الشيكا توكسين بروديوسنج اي كولاي اللي هو انهو سترين، وفي ميني سترينز بتعمل، بس الموست كومن سترين عندنا اللي هي O157H7. بيبدأ الديزيز بانتيرو كولايتس لان الريزرفوار بتاعنا هو الكاو، فعادة بيتنقل عن طريق اندر كوكت ميت زي البيف والبرجر والانباسترايزد ميلك. تمام. طب ايه هو الباثو فيسيولوجي بتاعنا؟ زي ما احنا قلنا بداية الديزيز عبارة عن توكسين، والتوكسين اللي عندنا هو الشيكا توكسين. ده بيمسك في ريسبتور اسمها الجي بي 3 ريسبتور. الريسبتور دي موجودة على السيل ممبرين especially in the kidney وفي البرين وفي الجت، وموجودة في الأطفال أكتر من الأدلت في الشيلدرن. عشان كده الديزيز ده typical HOS أو الدايرية بوزيتيف اتش يو اس more common in children. التوكسين ده هيعمل لنا 3 حاجات. اول حاجه انديوس الاندوثيليال سيل انجري، تاني حاجه هيعمل اكتيفيشن للفونفل براند فاكتور، تالت حاجه هيعمل كومبلمنت اكتيفيشن عن طريق انه بيمسك فاكتور اتش. زي ما احنا شايفين في الصوره التوكسين عمل دامج وعمل اندوثيليال سيل دامج وعمل اكتيفيشن للفونفل براند فاكتور، وبالتالي في وجود الاندوثيليال سيل انجري وفي وجود الاكتيفيشن او فونفل براند فاكتور حصل بليتلت اجريجيشن اند بليتلت اكتيفيشن وعمل لي بدايه الثرومبس. الثرومبس اتكونت زي ما قلنا في الاول، عملت اوكلوجن للبلاد فيزل، تاني حاجه عملت لي ميكانيكال ديستركشن للار بي سيز. نتج عنها دلوقتي 3 حاجات زي ما احنا قلنا. اول حاجه الثرومبس عملت كونسبشن للبليتلت ونتج عنها ثرومبوسيتوبينيا، تاني حاجه حصل هيموليتيك ديستركشن للار بي سيز ونتج عنها انيميا، تالت حاجه حصل تقريبا اوكلوجن للبلاد فيزل مع وجود الانيميا وجود البلاد سبلاي فعمل رينال فيلير. ايه هي الكلينيكال بيكتشر بتاعتنا؟ الطفل بيبدا بايه؟ بيبدا باول حاجه بايه؟ بلادي دايريا. احنا قلنا بدايه الديزيز انتيروكولايتس، بلادي دايريا اند فوميتنج. بعد كده في خلال 14 يوم بيحصل ايه؟ بيحصل له سادن اونست اوف بالور ويكنس اند ليثارجي. بالنسبه للهايدريشن ستيتس بتاعته بتختلف على حسب ايه اللي اكتر، هل هو عنده دايريا ويجي سيفير دايريا ويجي مور ديهايدريتد، ولا الولد بدا يخش في رينال فيلير واوروكوريا واوفرلودد وبقى اوفرلودد. الاولوكوريا غالبا بتظهر او رينال فيلير بيظهر في خلال زي ما احنا قلنا بعد 14 يوم من الانست اوف دايريا، من يوم ل 14 يوم من الانست اوف دايريا دخل في رينال فيلير ودخل بدا ممكن تظهر معايا مانيفيستيشن اوف هايبرتنشن. طب في اكسترا رينال مانيفيستيشن؟ طبعا مش احنا قلنا الريسبتور ممكن تبقى موجوده في البرين وفي الكيدني وموجوده في ممكن تبقى موجوده في الهارت. تمام. فممكن الموست كومن اكسترا رينال مانيفيستيشن بتاعتنا اللي هو سي ان اس.
بنسبة 20%. ممكن تأفكت الهارت ويعمل كارديوميوباثي، ممكن تيجي في البنكرياس وتعمل لي ديابيتس ميليتس. لو أفكت الكورتيكال نيكروزيس وأفكت الرينال كورتيكال نيكروزيس، ده غالبا هيكمل بكرونيك كيدني ديزيز ومش هيحصل له سبونتونوس ريزوليوشن. زي ما انتم شايفين في الدياجرام، بيبدا الديزيز عن طريق فيكو اورال كونتامينيتد فود او ووتر من الفارم انيمال، بيحصل انفكشن، بعد كده تخش الايكولاي، تمام. في خلال يومين لخمس ايام يبدا بدياريه، وغالبا بتبقى بلادي دياريه وابدومينال بين وفوميتنج. من 3 ل 14 يوم تبدا تظهر مانيفيستيشن بتاعه الاتش يو اس بالتريات بتاعنا ثرومبوسيتوبينيا والهيموليتيك انيميا والرينال فيلير. يبدا يظهر عليه الانيميا تظهر في شكل بالور فاتيك، الرينال فيلير بتظهر في شكل ريدوسد يورين اوتبوت سويلينج اي بروزنج، تمام. بعد اسبوعين 70% بيحصل لهم سبونتونوس ريزوليوشن، و 30% ممكن يسيبوا لونج تيرم سيكولي زي كرونيك كيدني ديزيز لو افكنا زي قلنا لو افكت الكورتيكال نكروزيس او يعمل لي سي ان اس انسلت. طب ايه هي الانفستيجيشن اللي هطلبها في طفل وانا شاكك انها حاله هيموليتيك يوريميك سندروم؟ اول حاجه هطلب له السي بي سي، هلاقي فيها ايه؟ مع الانفكشن هنلاقي الوايت بي سيز عامله ازاي، عاليه ليكوسايتوزيس. تاني حاجة أنيميا، احنا قلنا ان بيحصل ايه؟ هيموليتيك أنيميا. الصفايح في وجود الثرومبوزيس واللي حصل فيها كونسبشن هتبقى عاملة ازاي؟ ثرومبوسايتوفينيا. مهم جدا ان انا اطلب له بلاد فيلم. البلاد فيلم زي ما احنا قلنا الار بي سيز هتعدي من الثرومبوس هيحصل لها تكسير وهتعمل لي فراجمنتد ار بي سيز وهتعمل لي وات از كولد تشيستوسايت. فلو طلبت له بلاد فيلم هلاقي ايه؟ فراجمنتد ار بي سيز. الوظائف هتبقى عامله ازاي؟ وظائف الكلى اليوريا والكرياتينين طبعا عاليه. مع الميكانيكال ديستراكشن للار بي سيز هنلاقي ال دي اتش والبليروبين عاليين. لو عملنا له مزرعه ستول فيكال كالتشر هنلاقي الاورجانيزم. طيب ايه رايكم في الكواجوليشن البي تي والبي تي تي؟ احنا طبعا الافكت معانا احنا الميكانيزم بتاعتنا انكلودد برايمري هيموستيزيس، ملهاش علاقه خالص بالكواجوليشن فاكتور، ملهاش علاقه بالسكندري هيموستيزيس. فهنلاقي البي تي والبي تي تي بتوعنا نورمال. طيب لو طلبت له يورين اناليسيس، اليورين اناليسيس طبعا هنلاقي فيها ايه؟ هيماتوريا بروتونوريا ريد سيل كاست. طيب لو عملنا له كومبس تيست، لو عملنا له انتيجين تيست او دايركت انتيجين تيست هنلاقي ايه؟ احنا قلنا انها ميكانيكال ديستراكشن ملهاش دعوه بالاميولوجيكال بروسيس، فبالتالي الكومبس تيست بتاعنا هيبقى ايه؟ نيجاتيف. هل هنحتاج انفستيجيشن تانيه؟ اه، مش احنا قلنا ان في ساعات نسبه بيحصل لهم اكسترا رينال مانيفيستيشن؟ لو افكت الهارت، لو افكت الكدني، لو افكت البنكرياس، لو افكت السي ان اس، فممكن اطلب له اكس راي ابدومينال، اكس راي اعمل له رينال اند ابدومينال الترا ساوند، ممكن نعمل له سي تي، نعمل له اي سي جي، نعمل له اي اي جي، نعمل له ام ار اي وسي تي. طيب ايه رايكم في رينال بايوبسي؟ الرينال بايوبسي اتس فيري ريرلي ريكوايرد، لان الاتش يو اس او التيبيكال اتش يو اس ده كلينيكال دايجنوزيس، وما تنساش ان انت عندك ثرومبوسايتوبينيا وممكن تعرضه للريسك اوف بليدنج. فالرينال بايوبسي دي بنخليها اخر حاجه لو احنا فعلا محتارين الحاله دي اتش يو اس ولا لا. ازاي امانج الحاله بتاعه التيبيكال اتش يو اس؟ الديزيز تعمل لي سيلف ليميتد، سيلف ليميتد ديزيز، يعني مش محتاج اي حاجه غير جاست سبورتيف كير. بمعنى اظبط الفلويد، لو الولد دي هيدريتد اظبط الدي هيدريشن، لو الولد اوفرلودد احاول اعمل ريستريكشن للفلويد. طيب الالكترولايت اظبط الالكترولايت ديستربنس، الضغط لو عالي هعالجه، لو دخل في رينال فيلير ممكن احطه على مكنه الغسيل واعمل له هيمو دايلسيس. طب ايه رايكم في الانتيبيوتيك والبلازما اكسشينج؟ طب بالنسبه للبلاد ترانسفيوجن، البلاد ترانسفيوجن لو الهيموجلوبين بتاعه اقل من 6 او اقل من 7 وكان سيمتوماتيك، ليه لازم ابقى ريستريكتد قوي؟ لان الولد اوريدي عنده هايبرينال فيلير وعنده هايبركاليميا، هدي له بلاد كمان ممكن ازود الريسك بتاع الهايبركاليميا. تاني حاجه ان الولد عنده رينال فيلير وعنده اوليجوريا واوفرلودد، هزود عليه الاوفرلود، فبقى حريصه جدا وانا بنقل له الدم. طيب البليتلت، البليتلت تقريبا كونترا انديكيتد انك تنقل له دم، تنقل له صفايح، معلش تنقل له صفايح الا لو الولد ات ريسك وبدا انت خايف ان هو يخش في انتراكرينيال هيموريدج. طب ليه صعب او ليه كونترا انديكيتد ان انا انقل له صفايح؟ لانك لما هتنقل له صفايح هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها كونسبشن في الثرومبوس وهتبدا الكاسكيد من اول وجديد. نفس
الحكاية بالنسبة للبلازما اكسشينج، لو أنا عندي manifestation of CNS manifestation في حالات typical HUS، ليه؟ لأن كده كده التوكسين أساسا حصل له clearance، يعني هو بيحصل الديزيز أو بيحصل الهيموليتيك يوريميك، الولد بيجي لي بعد تقريبا 14 يوم من بداية الديزيز هيكون التوكسين already cleared من الجسم، فملهوش أي لازمة دلوقتي خالص. الكلام بالنسبة للأنتيبيوتيك، قالك الأنتيبيوتيك ممكن تزود الإكسبريشن أوف شيكا توكسين وبتزود الريسك أوف اتش يو اس، فنتركومند إن احنا نستخدم أنتيبيوتيك. البروجنوزيس بتاعها ممتاز، اكسلنت اوت كوم، الريكفري بيبقى اكتر من 80%، المورتاليتي ريت 50%، 5% ممكن يخشوا في كرونيك كيدني ديزيز الستيج 5 اللي هي المقصود بيها اللي هو الستيج بتاعت الهيمو دياليسيس اللي هم يتحطوا على المكنة الغسيل. بيقولك بعد 15 سنة ممكن نسبة قليلة بتديفلوب بروتوناريا وهايبرتنشن، عشان كده مهم جدا الفولو اب بتاع العينين دولت، نطلب لهم كل شوية كل فترة بنطلب لهم يورين اناليسيس ونقيس الضغط ونعمل نطلب لهم الوظائف. طب ايه هي البور رينال بروجنوستيك فاكتور اللي اتوقع منهم انهم مش هيمشوا مش هيحصل لهم ريزوليوشن اللي هيخشوا في كرونيك كيدني ديزيز؟ مثلا قالك لو جاي بنيوتروفيليا اكتر من 20، لو جاي بشوك ستيج، لو قعد انوريا اكتر من 2 ويكس، لو جاي بسي ان اس مانيفيستيشن، لو جاي بسيفير كولايتس وريكتال برولابس، لو جاي برينال كورتيكال نكروزيس، لو اضطرينا ان احنا عملنا له رينال بايوبسي ولقينا اكتر من 50% من الجلوميرولاي افكتد. طيب لو الحاله دخلت في رينال فيلير وجه الاهل وطلبوا منك ان هم يعملوا رينال ترانسبلانتيشن، تنصحهم ولا لا؟ انصحهم طبعا، لان بيقول لك نو ريكورنس في الموست ريتروسبكتيف سيريس، نو ريكورنس في حالات الاتش او اس، وان نسبه اقل من 1% اللي حصل لها ريكورنس في الجرافت. النوع الثاني معانا من الاتش او اس اللي هو الاتيبيكال اتش او اس، وده بنسبه اقل طبعا من التيبيكال، احنا قلنا التيبيكال حوالي 80%، الاتيبيكال 10% من الاطفال اللي بيجوا باتيبيكال اتش او اس. اي عمر هناك الاطفال، احنا قلنا موست كوماني ان هو تقريبا اقل من 3 سنين، وهو ما بيحصلش في النيونيت، هنا العكس الاتيبيكال اتش او اس ممكن يحصل في النيو بور. غالبا مش بيبقى بريسيدد بدايريا، تمام. الانست بتاعه سادن انست، بيبقى ريلابسنج انيميتنج، يعني بيجيله ريكورنت كل شويه رايح جاي رايح جاي باتش او اس، تمام. الارتيريال هايبرتنشن از فريكوينت. تالت حاجه البروجنوزيس بتاعه بيبقى سيفير، بيبقى غالبا معظم الحالات بتخش في كرونيك كيدني ديزيز، ولانه ليه جينيتك بيس فهي اوفن غالبا بتبقى فاميليال اوتوزومال ريسيسيف او اوتوزومال دوميننت، وغالبا في الحالات دي بنحتاج نعمل رينال بايوبسي. في حالات الاتيبيكال اتش يو اس ده غالبا نتيجه اوفر اكتيفيشن للالترناتيف باسوي اوف كومبلمنت سيستم، بيحصل كومبلمنت ديس ريجوليشن، الكومبلمنت سيستم بيتجنن، ينتج عنه اندوثيليال انجري سواء في شكل لوس اوف فانكشن او جين اوف فانكشن او اوتو انتيبودي للكومبلمنت. زي ما احنا قلنا الـ types of HUS، عندنا الـ typical أو diarrhea positive HUS، النوع الثاني atypical HUS اللي هو ناتج عن complement dysregulation، التالت النوع الثالث بتاعنا secondary HUS، secondary many causes من أشهرهم الـ streptococcal pneumonia. streptococcal pneumonia HUS ده غالبا بيمثل 5% من حالات الـ HUS، ده بيبقى الطفل جاي بسيفير نوموكوكال انفكشن زي الامبايما او المينينجايتس. معظم الحالات بتبقى ممكن تحصل في النيوبورن او الطفل اقل من سنتين. الباصو في الشورشي بتاعنا هنا الستريبتوكوكال نمونيا بروديوز انزيم اسمه نيورو امينيديز انزيم، ده بيعمل ديستراكشن او بيعمل كليفج، بيعمل زي المقص بالظبط، بيعمل كليفج للجلايكوبروتين اللي موجود على السيل ممبرين اوف ريد سيل اند البليتلت اند الجلوميرولاي، ويبدا يعمل اكسبوز لانتيجين، هدي انتيجين اسمه تي انتيجين، ويبدا يتعرف عليه الجسم على انه فورين انتيجين، ويبدا يتكون اجينست انتي بودي، ويحصل انتيجين انتي بودي رياكشن، ويبدا يحصل هيموليسيس اند انيميا. هنا بالنسبه للكومبلكس تيست، ان الانيميا هنا تعتبر ايميولوجيكال بروسيس وليس ميكانيكال ديستركشن، فيبقى الكومبلكس تيست معانا بوزيتيف.
زي ما انتوا شايفين الصورة هنا بالظبط، الانزيم عامل زي المقص بيقص الانتيجين ويبدأ يظهر التي انتيجين الهيدن انتيجين ده، يبدأ يظهره للاميونيتي ويبدأ يتعرف عليه الجسم ويحصل انتيجين انتي بودي رياكشن ويبدأ يحصل انجري للاندوثيليوم سيل، وبالتالي يخش في الكاسكيد اللي احنا قلناه ثرومبوزيس انيميا اند ايه رينال فيلير. بس المرة دي هنا الرياكشن ايمولوجيكال رياكشن، وده بيفرقه عن التيبيكال اتش يو اس، وبالتالي الكومب تيست هنا هيبقى بوزيتيف وليس نيجاتيف زي في حالات الايه تيبيكال اتش يو اس. هنا برضو العلاج هيختلف عن التيبيكال اتش يو اس، خصوصا لو انا اتاكدت انها بسبب الستريبتوكوكال نمونيا عن طريق مزرعه او عن طريق كالتشر او ان انا ديتكت الانتيجين، هنا ممكن احتاج انتي بايوتيك على عكس التيبيكال اتش او اس. تاني حاجه ان انا افويد البلازما انفيوجن، ان البلازما مليانه انتي بودي فانا هزود الانتي بودي وهزود الرياكشن اللي هيحصل. تالت حاجه ان انا اخلي بالي لو نقلت له دم او صفايح انها تبقى ووشت ريد بلاد سيلز، بيقولك نسبه حوالي 85% بيحتاجوا دياليسيس ومورتاليتي ريت اكتر من 10%. في النهاية طبعا لازم نعمل differential diagnosis للهيموليتيك يوريميك سندروم. حالة جايالي بهيماتوريا بأبدأ أفكر عن الأسباب التانية اللي تعمل لي هيماتوريا في الأطفال. ايه الاسباب اللي ممكن تعمل لي هيماتوريا في الاطفال؟ ممكن تكون في اسباب كلومولار، واشهرها اللي احنا خدناها البوست ستريبتوكوكال نفرايتس، الاي جي اي نفروباسي، الالبرت سندروم، او ممكن تكون فاسكولار زي التروما، زي رينال فين ثرومبوزيس، زي الاي في مال فورميشن، او ممكن يكون انترستيشال ديزيز زي البايلو نفرايتس او اكيوت انترستيشال نفرايتس، او يكون سيستميك ديزيز واللي منه هيموليتيك يوريميك سندروم زي حالات اللوبس، زي حالات الهينوكشن لاين بيربرا، او ممكن يكون تيومر ومالجنسي زي الويلمس، زي الويلمس تيومر وزي اي مالجنسي في الانجيومايلايبوما، تمام. او ممكن يكون حاجه في اليورينري تراكت سواء زي سيستايتس تي بي ستون يوريليسيزيس بارازيتيك انفيكشن يوريثرايتس فورين بودي تروما